You idiot! الشرطة تعتقل لص الدباديب البريطاني. بريطاني يرتكب جريمة تطلبت إجراءات احترازية وشراء أقفال معدنية، وكان لينفذ بجلده لو أنه لم يرتكب حماقة مخلفا وراءه حمضه النووي. دخل بولد ماونتن الملقب بالمدمن إلى استراحة داخل حديقة بعد أن سرق ما سرق. التفت فرأى دبدوبا لوحده، فأحس بالرغبة في الاستمناء على الدبدوب المسكين. في صباح اليوم التالي دخلت صاحبة الملكية لتجد أثر الاستمناء فوق الأشياء الموجودة، وقد استطاعت الشرطة تحديد هوية الفاعل من خلال حمضه النووي. وزجوه في السجن حيث سوف يقابل الدببة الحقيقيين هناك.